أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله المعقد العاشر ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي، فجلس الرجل متربعا، فامتنع البقاعي من إقرائه، وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده، ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره. فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم؟ أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأدنه كرها، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ ذكر المصنف وفقه الله المعقد العاشر من معاقد تعظيم العلم، وهو ملازمة آداب العلم، واستفتحه بكلام عظيم النفع لابن القيم في مدارج السالكين، ذكر فيه أن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وأن قلة أدب المرء عنوان شقاوته وبواره. فمدار الفلاح والسوء على حسن الأدب وحرمانه، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل حسن الأدب، ولا استجلب شر الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب. ثم ذكر قول الأول: والمرء لا يسمو به بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. ثم قال: وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه، أي لا يكون من أهل العلم إلا المتأدب فيه. وذكر قول يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، وبين وجهه فقال: لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. فإن المعلم إذا رأى في المتعلم أدبا اجتهد في تعليمه وتفهيمه، وإذا رأى فيه قلة أدب بادره بحرمان العلم، لأن العلم يعز أن يجعل عند قليلي الأدب. وإنك لتعجب من شيخ لو تقدم إليه أحد طلابه يطلب منه أن يتزوج ابنته امتنع من تزويجه،
ثم أسر إلى قريب منه بأنه قليل الأدب في الدرس، ثم تراه لا يؤدبه بشيء في درسه، وإصلاحه في درسه دينا أعظم من طلب صلاحه لابنته زوجا، لأن صلاحه دينا يحفظ به دينه ودين المسلمين، وأما اقترانه بسهرته إليه فإنما هو أمر نكاح يحصل به مصلحة واحد أو اثنين. فالإصلاح للناس بتأديبهم في العلم أعظم المقامات، ولذلك كان من سبق يعظمونه تعظيما شديدا، كما ذكر المصنف في ذلك ما ذكر من الآثار والأقوال عن أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنهم كانوا يعنون به، فيرون تعلم الأدب مثل تعلم العلم أو يقدمونه عليه، وتشتد وصيتهم به في أنفسهم وفي أصحابهم وفي أهليهم وذراريهم. وذكر قول مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، أي يحتاج الناس إلى الأدب أكثر من حاجتهم إلى العلم، فإن الأدب به تصلح النفوس وتزكو، وأما قلة الأدب مع العلم الكثير فإنها تفسد صاحبها وتفسد الناس. وهذا الذي ذكره مخلد بن الحسين قاله على وجه الإزراء والعيب والانتقاص للنفس لئلا تغتر، بأنهم مع كمال أحوالهم يحتاجون إلى ما هو أعظم وأعظم من الأدب. ثم ذكر المصنف أن هذه الآبدة وهي تضيع الأدب هي السبب الأعظم في حرمان كثير من طلبة العلم، فتجد في الناس رغبة في العلم وحرصا على طلبه، لكنهم لا يتأدبون بآدابه، ولذلك لا يفلحون فيه، فتجد من أحوالهم مما ذكره المصنف وغيره أشياء تخالف العلم. وإنك لتعجب من رجل رشيد يجلس في حلقتك وهو يوليك ظهره، فلأي شيء جلس إليك؟ وإنما تجلس إلى أحد إذا أقبل عليك، فإذا أقبل عليك جالس فأقبل عليه بوجهك، ووالله لم أرى هذا فيما تقدم من المجالس ولا رأيته في الكتب، أن يحضر طالب إلى شيخ في مجلسه ثم يوليه ظهره، وما حصل هذا إلا في الأزمنة المتأخرة، حتى صار الناس يرونه أمرا واسعا، ويزعمون أن التنبيه عليه تشديد وتنطع وغلو وشدة على الطالبين، وهذا جهل بالدين، فإن حقيقة الدين إعظام العلم وإجلاله والترغيب فيه، وأن يجلس إليه أهله متأدبين بآدابه. لا ينفع العلم بلا أدب، والمقصود بنفعه أن يحصل الخير منه، وأن يفشو في الناس، وأن يهتدي الناس إلى الحق، فإذا لم يكن معه أدب لم يفلح، وإن بلغت لديهم المجالس كثرة من العد في عقد الدروس، أو وجدت الكتب كثرة ما لم يوجد في الزمن المتقدم كالحال التي عليها نحن الآن، فإن آلة العلم عندنا أوفر مما تقدم في وجود الكتب وتيسير مجالس العلم، لكن الأدب عند الناس اليوم يكاد يكون غريبا، حتى صرت تجد في الناس مشاهد لم يصدق الإنسان أنها تكون من حلية أهل العلم، لأن من قرأ عن العلم في الكتاب والسنة وكلام الأوائل عرف أن العلم عبادة، وكثير من الناس يذكر لك شرطي العبادة: الإخلاص والاتباع، فإذا أردت أن تطلب الاتباع عنده في العلم لم تجد، ما عنده اتباع في العلم، يقول أنا على طريقة السلف، ثم إذا رأيت طريقة السلف في العلم وجدته صفرا منها، يضع كتابه على الأرض، يمد رجليه عند شيخه، يتكي، يولي شيخه ظهره، يستند على كرسي شيخه، إلى غير ذلك من الأحوال التي تدل على حرمان الأدب. وقد لا يلام المتعلمون كثيرا بقدر ما يلام المعلمون، فإن المعلم الصادق ينصح للناس ولا يطلب مدحهم وثناءهم، وإن نسبوه إلى الشدة لم يؤلمه ذلك، فإن الشدة في الحق محمودة، وقد أمرنا بها في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، لكن يترفق الإنسان في حمل الناس على الحق بالحق مداراة لهم في طلب تقويمهم، وهذا أمر تحصل له منفعتهم سواء في نفوسهم أو في من يأخذ عنهم، فإن من لزم الأدب في نفسه عند شيوخه كان حقا يؤدى إليه من أصحابه الآخذين عنه. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على الآداب. وإن مما ينبه إليه في باب الآداب أن بعض الإخوان قد يحضر مجالس كهذه المجالس
ثم يقوم وقد ترك كوبا أو ترك منديلا أو ترك حاملا للمصاحف تقطع به الصفوف هو الذي أحضره. وهذه ليست حال طلاب العلم. طالب العلم ينبغي أن يكون على الأدب الكامل. وقد أدركنا من أدركنا ممن كانوا متأدبين في أحوالهم وألفاظهم، فتجد في أحوالهم من حسن الأدب والتلطف في معاملة طلابهم أو في معاملة أصحابهم من المشايخ ما يدل على سمو نفوسهم، وأنهم يرعون الأدب ويتخيرون حتى الألفاظ التي يريدون أن يخاطبوا بها شيخا أكبر منهم أو قرينا ملازما لهم أو من هو أقل من ذلك، فكان انتفاعهم بالعلم عظيما. واليوم ترى مجالس طلاب العلم وفيها وحشة لغربة الأدب، فلما صار الأدب غريبا صارت النفوس فيها وحشة، لأن العلم صار مظهرا اجتماعيا وليس عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فالذي يعرف أن العلم عبادة يحرص على كيفية طلب العبادة هذا، كيف يطلب العلم، كيف يكون فيه، كيف يكون في مجلسه، كيف يكون في كلامه، كيف يكون في جلوسه، كيف يكون في ذهابه، هذا هو الذي يحفظ به الناس ويحفظ به الدين. أما الحال التي صرنا عليها والله إن الإنسان لا يشتكي إلى الله من هذه الحال شكوى عظيمة، تجد أن تستغرب حقيقة ما كان الطلبة يخرجون من المساجد قبل خروج شيخهم، ما كان يخرجون من المساجد حتى يخرج الشيخ، وهذا أصله في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنصرفوا حتى أنصرف، يعني مصادر، فكان ابن عمر لا يخرج من المسجد حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يخرجون من المجلس والشيخ يتكلم، الشيخ يختم المجلس وتجدهم أوزاع يقومون، هذا شيء ينفطر منه نفس الإنسان، ليست لحقه يا إخوان لكن لحق تعظيم دين الله عز وجل، تعظيم دين الله أن تعز دين الله عز وجل، تلتزم بآدابه، تلتزم بأخلاقه، تعرف أن هذه عبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة تطلبها بحقها، لا تطلبها كما تشتهي أنت وتفعل فيها ما تشتهي أنت، لا تطلبها كما يريد الله سبحانه وتعالى. لعل الله سبحانه وتعالى ينظر إليك في هذا المقام فيغفر لك، مقام واحد يغفر به الإنسان. لذلك مجالس السلف كان حتى بري القلم ما فيه، بري القلم كان ما يبرون القلم لأنه يخرج له صوت، ما يبرون القلم، والآن يكلم بالجوال أمام شيخ، يجلس هو الذي يقرأ، واحد يقرأ البخاري ورن جواله يرد أمام الشيخ، يعني لا أعظم شيخه ولا أعظم ما هو أعظم وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كيف يكون العلم؟ لا يكون العلم يا إخوان، لا تحجبنا هذه المظاهر عن عبادة العلم أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، مهما شق علينا كل ما شق علينا كان أعظم في حسن العبادة. ابتلينا بإحسان العمل، فيا طلاب العلم أحسنوا العمل في طلب العلم، أحسنوا العمل في طلب العلم بأخذه بطريقة من سبق لا بالأهواء والآراء والطرائق المعاصرة التي أحدثها الناس، تجدون بركة ذلك في العلم. ولهذا كان من سبق يطلب العلم مدة ثم ينبل كما ذكرنا 7 سنين و6 سنين، الآن واحدنا يجلس 10 سنوات 15 سنة ولا يحصل شيء، لأنه عنده فساد في طلب العلم بأنواع كثيرة، منها هذا الباب، باب طلب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الأدب.